هي ما زالت 17% وهي النسبة ثابتة ما تراجعتش، لكن كان متوقع ان هي تساهم بنسبة اكبر من كده، لان هي المعدلات العالمية دلوقتي الحقيقة العالم كله بقى يعني فيه محددات ومعايير لكل قطاع من القطاعات في الدول، وبناء على هذه المعايير الدولة بتتحدد دولة نامية، دولة متقدمة، دولة صناعية، على حسب نوع الدولة. هو احنا طبعا عشان يعني نتكلم باعتبار ان انا يعني بشتغل في القطاع الخاص، فدايما بنبقى على ارض الواقع وبنتكلم كلام واقعي قبل التطبيق، بيختلف شوية عن النظام الاكاديمي او البحثي او العلمي، ان انا ممكن احط معايير كتيرة جدا واجي انفذها على ارض الواقع ما بتتنفش. ده اللي حصل. وانا كتبت كتاب في الصناعة هنا في مصر، كتبته يمكن قبل الأزمة أو الحرب الأوكرانية دي يمكن بأربع خمس ست شهور، واتكلمت عن واقع الصناعة في مصر. عشان تتكلم عن واقع الصناعة في مصر من واقع من على أرض الواقع ومن الممارسة الطبيعية، وبعدين حاولت أصيغه بشكل علمي منهجي بحثي علمي، وعايز أشوف المشكلة فيه من وجهة نظري كباحث. أنا أخذت أربع دول من أربع قارات مختلفين، إحنا ابتدينا معاهم النهضة الصناعية بتاعتنا من يعني بعد الثورة. دول تقدمت بشكل كبير جدا وبقى مساهمة الصناعة عندهم ضخم جدا، أربع خمس ست أضعاف مساهمة الصناعة عندنا في جمهورية مصر العربية. طيب إيه الأسباب اللي خلتنا مع الشركات اللي طلعت مع نفس الشركات سواء في كوريا، في تركيا، في تشيلي، في دولة متقدمة زي مثلاً أسبانيا، إيه الأسباب؟ القطاع العام ما حققش ليه الهدف المرجو من المصانع اللي قامت، وكان المفروض إن هي تكون مصانع أوفرسيز زي المصانع اللي موجودة دلوقتي في الدول دي. طيب القطاع الخاص ما قدرش كمان يواكب النهضة اللي حصلت في أوروبا وفي الدول الصناعية الناجحة، حتى في دول شرق آسيا برضو. إيه المشكلات؟ الصناعة دايما بيبقى لها جناحين، علشان تقوم لازم الجناحين يشتغلوا مع بعض مظبوط ويبقى فيه توافق وكومباتبل مع بعض الاتنين يشتغلوا، القطاع الخاص والقطاع العام. دايما القطاع العام بيقوم بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى اللي بتحقق المواد اللي هي بتبقى أو سبلاي تشين، اللي هي بتبقى يعني سلاسل امداد لكل الصناعات الاخرى. يعني على سبيل المثال مثلا مصنع الحديد والصلب، مصنع الحديد والصلب ده هو مصنع بيصنع كل انواع الصلب والحديد اللي انا بصنع منه من اول الطياره لحد العجله، وبالتالي جميع الصناعات اللي هيقوم بيها القطاعات الاخرى من القطاع الخاص مش هتقدر تنجح الا اذا كانت مستلزمات الانتاج دي موجوده. فكرة مصنع المصانع الاستراتيجية الكبرى اللي بتصنع المواد الخام وبتصنع الأساسيات اللي يقوم عليها الصناعات الأخرى، لازم الاتنين يكونوا ماشيين مع بعض علشان القطاع الخاص ينجح وراء القطاع العام، والاتنين ما يبقاش بينهم تنافس، يبقى فيه بينهم تعاون ويقدروا الاتنين يشتغلوا. احنا في بعض الأحيان بنخاف من ان احنا يبقى عندنا مصانع القطاع العام، لا بالعكس، لازم يكون عندنا مصانع استراتيجية كبرى تحقق لنا الحاجات اللي احنا بنستوردها. النهاردة أنا عشان أصنع عجلة في مصر واجي أصدرها مش عارف أنافس مع الصين. ليه؟ لأن هو أصلا مستلزمات الإنتاج بتاع العجلة موجودة، كل مكوناتها موجودة عنده. أنا لما باجي أصنعها زي ما ذكر إبراهيم بيه بجمعها هنا، فبجيب المكونات من بره أجي أصدرها تاني مش هتنفع. فالصناعات اللي موجودة في مصر لابد أن يعاد تقييمها مرة أخرى، ونبتدي نشتغل، لأن العالم برضو كمان اتغير. الجيل الصناعي كان الأول بياخد 10-15 سنة على بال ما تغير نوع الصناعة وشكلها ومكوناتها واحتياجاتها وكله. النهاردة الجيل الصناعي ممكن يتغير معك في سنة، يعني تطلع موبايل وبعد سنة خلاص الموبايل ده خلاص. فالنهاردة الشركة اللي بتنتج الموبايل ده عاملة حسابها انها تبيعه في مدة سنة، وخط الانتاج ده يتغير وهيعمل موبايل جديد علشان هيحط فيه أوبشنز جديدة، وبالتالي يفضل هو واخد الشريحة بتاعته اللي في السوق ويجري بيها. احنا طبعا بنفكر بطريقة غير كده، فعشان كده متخذ القرار دلوقتي والإخوة في الحوار الوطني بالتوفيق إن شاء الله، لابد من إعادة الفكر الصناعي بشكل عام في جمهورية مصر العربية. احنا لازم
واحنا بنفكر ان احنا نعمل صناعه هنتوجه بالتصدير، يعني ان انا ابقى متاكد جدا ان الصناعه اللي انا هعملها دي قادره على المنافسه في الاسواق الدوليه من حيث الجوده ومن حيث السعر. لو انا مش هقدر اعمل كده وهعتمد على السوق المحلي بس، هتفضل صناعاتي محليه وبالتالي مش هقدر اوصل لاي نتائج مرجوه او جيده. بنسال نفسنا سؤال تاني، في دول كتير جدا ما عندهاش اي المقاومات الموجوده في مصر، لا عندها طاقه ولا عندها ارض ولا عندها موارد بشريه، وفي نفس الوقت مساهمه الصناعه عندها اربع خمس اضعاف مصر، وعلى فكره دول جنبنا في المنطقه مش بعيده بدون ذكر اسماء. وانا مش عايز اخد موديل من دوله واقول الموديل ده انا هطبقه هنا، انا لازم اطلع بموديل مصري حقيقي طبقا للثقافه والتوجهات المصريه والقدرات المصريه، عشان الموديل بتاعي يبقى موديل ناجح وموديل مش بيقلد حد. ده اللي احنا محتاجين نعمله. طبعا في انا عملت اربع فصول، الفصل الاول خدنا تجارب الدول السابقه الناجحه، الفصل الثاني قرينا الوضع الراهن في جمهوريه مصر العربيه على الواقع في خلال ال 15 سنه اللي فاتت، وبعدين الفصل الثالث ابتدينا نقول احنا بقى محتاجين نعمل ايه، محتاجين نحوكم، محتاجين ان احنا نحوكم العلاقه بين القطاع العام والقطاع الخاص، محتاجين اعاده الفكره الضريبيه. دايما مشاكل الصناعه في جمهوريه مصر العربيه مش في الصناعه، هي مشاكلها مع وزاره الماليه. طبعا الدوله حقها انها تحقق ضرائب علشان تقدر تلبي النهضه بتاعتها، والدوله صرفت كتير قوي على البنى الاساسيه علشان نقدر نقوم بصناعه، لان الصناعه النهارده بدون طاقه مش هتقدر تعمل حاجه. الدوله استثمرت كتير قوي، صرفت كتير قوي في اللوجيستكس وفي الطرق وفي الكهرباء، وخلاص وحطينا البنى الاساسيه وبقالنا اربع خمس سنين بنأسس ان احنا ننطلق الانتباك القدر. طبعا اللي حصل في العالم ادانا كمان درس وادانا ميزه رغم كل المعوقات اللي موجوده. انا بقول الصناعه المصريه دلوقتي جاهزه لانها تنطلق، بس محتاجه القوانين. برضو احنا مش محتاجين قوانين كتير، قوانين كتير قوي، بس المشكله في تنفيذها. البيروقراطيه اللي موجوده في كل قطاعات الدوله لابد من ضربها، لابد ان هي تتقاوم مقاومه سريعه جدا جدا ونقدر نجري، لان العنصر الوقت هو اهم عنصر في اي قرار باخده عشان اعمل مصنع. النهارده عنصر الوقت مهم جدا، انا لو بان الدراسه بتاعتي ان اعمل مصنع في سنتين لما اشتغلتش في سنتين يبقى انا بحقق خسائر، فانا لازم الدراسه بتاعتي تبقى مظبوطه ومحدده طبقا للمدد الزمنيه اللي محطوطه، وبناء عليها محتاجين الجهاز الاداري في الدوله كمان، انا بتكلم بمنتهى الصراحه والشفافيه علشان ده مهم. طبعا في حاجات كتيره محتاجين وقت كتير برضه، انا لازم ادي فرصه، لكن محتاجين ان احنا نعيد تقييم كل اجهزه الدوله في قطاع الصناعه. احنا كل اللي محتاجينه، محتاجين كل سنه مش اقل من 5 6 مليون متر مربع مصانع تحط فيهم مكن يدور يشغل ناس، يقلل البطاله، هيزود حجم الصادر، هيزود حجم تلبيه طلبات السوق المحلي، هنقلل الفاتوره الاستيراديه، هنقدر نجري بطفره كبيره جدا جدا. لا، هي 2023 دايما بتبقى سنه استثنائيه، سنه فيها ازمه، وسنوات الازمات دايما بتبقى استثنائيه وما بتبقاش هي المحدد معايا او المؤشر اللي انا هبني عليه كل دراساتي. سنه 23 سنه حصل فيها ازمه عالميه، في مشاكل في سلاسل الامداد، في مشاكل في تمويل احتياجات المصانع من العملات، وبالتالي حصل فيه مشكله. دي ما انا مش هاجي عندي المشكله دي واقف، انا قلت ان انا لازم استغل الجانب الايجابي في هذه الازمه، ان انا كان المفروض في توقف سلاسل الامداد ان انا اكون داخل على الخط بلبي جزء تاني من سلاسل الامداد دي. احنا قبل الازمه كنا شغالين على التعميق المنتج المحلي والمبادرات بتاع البنك المركزي ان احنا نمول الصناعه، وكنا ماشيين بشكل كويس جدا. نتيجه للازمه دي طبعا الصناعه شانها شان قطاعات كتيره حصل فيها مش نمو، تقريبا وقفت.
احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا نوصل بمساهمة الصناعة حتى 20-30 نوصل 28%، وده رقم متواضع على فكرة، مش رقم كبير، وكان سهل جدا تحقيقه. نتيجة الأزمة تأخرنا شوية، لكن ما زلنا دلوقتي، وأنا بقول المقومات اللي موجودة للقطاع الصناعي هي مقومات جيدة نقدر نبني عليها. لازم نراجع تاني القطط بتاعتنا، وأهم مشكلة بتواجهنا هي البيروقراطية بتاعة التنفيذ، عدم قدرة القطاع الخاص على التعامل مع القطاع العام، والمشاكل بتاعة القطاع العام وخساراته في بعض المشاكل دي أثرت على كل القطاعات. يجب ان احنا تاني مصانع القطاع العام اللي توقفت نفكر فيها او نعمل بدائل لها بطرق احدث علشان المكونات بتاعتنا تبقى موجودة هنا، وبالتالي نقدر ننطلق مرة اخرى. وما في صعوبة انت تقدر في خلال 4-5 سنين تعيد كل شيء في الصناعة. الصناعة يعني اكبر مدة ممكن تعملها لاي مصنع تاخد لها 2-3 سنين، مش حاجة صعبة، لكن المهم ان انا خطط المصنع تاني مظبوط، وهيبقى دراسة الجدوى بتاعتي مظبوطة وسليمة، وانطلق مرة اخرى، والمستقبل كبير بالنسبة للصناعة.